وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب إبراهيم النفيع عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، هذه الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بحارة البحرين وتسببت لهم بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية، كيف تصف هذه الحملة الممنهجة والمتعمدة من قبل قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نثمن موقف الدولة في الوقوف إلى جانب مواطنيها، ونثمن جهود معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي وزارة الداخلية. كما نؤكد بأن مساس مواطن بحريني واحد هو مساس للشعب البحريني ككل. إن ما حدث ويحدث من السلطات القطرية ومحاولتها المستمرة في التعدي على البحارة أمر مرفوض، ولن نقبل في تكراره، ولن نصمت ويهدأ لنا بال حتى يتم الإفراج عن البحار البحريني المعتقل. نعم. وتعويض البحارة وتوقف السلطات القطرية عن ممارساتها الممنهجة والمقصودة. ونؤكد أن ما يحدث هو قبس على كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإن مملكة البحرين ليست بدولة عدائية لأحد، ودائما ما تسعى إلى لم الشمل والتعاون مع الدول، ولم يسبق لها التدخل بشؤون الآخرين بخلاف ما تفعله السلطات القطرية منذ سنوات طويلة. كما نؤكد ونطمن المواطنين بأن هناك قيادة ومجلس نواب ممثلا للشعب، همهم الأول المواطن البحريني، ولن نتخلى عن أي حق من حقوق المواطنين. نعم، سعادة السيد إبراهيم النفيع عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.